السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن يبدو أن مسلسل كشف الفضائح والفشل المتكرر للأسلحة الروسية والأنظمة الروسية في التسليح ما غاديش يتسالى. مجددا رئيس وزراء أرمينيا يكشف عن معطيات خطيرة جدا عن هذه الأسلحة، وهذا المرة عن صاروخ اسكندر اللي مصدنا به شي وحدين عندهم عشرة في العقل. التصريح جاء قبل أيام قليلة فقط من الآن. رئيس وزراء أرمينيا يؤكد على أن صاروخ إسكندر لم تعمل منها سوى 10% فقط من هذه الصواريخ من استطاعت العمل، وهذه المسألة خطيرة جدا والفضيحة الكبرى، لأن يعني كانت هناك بعض التقارير أكدت حتى تلك الصواريخ التي استطاعت العمل انفجرت بعيدا عن الهدف ب 6 كيلومتر، يعني 6 كيلومتر هامش خطأ، وهذا شيء يعتبر فشل كبير جدا في الميدان العسكري، لأنه من المعروف في المجال العسكري أن أي سلاح أو أي منظومة تسليحية تنخفض قدرتها التشغيلية على 70% خصو فيها إعادة النظر، يا إما تمشي للصيانة يا إما تخرج من الخدمة، لأن هذا سلاح وهذه حرب، أي خطأ كيف ما كان النوع دياله غادي يخليك يقدر يخليك تخسر الحرب، وهذا شيء اللي وقع مع أرمينيا، فما بالك بقدرة التشغيلية ديال 10%. وهذا الشيء ماشي جديد صراحة، لأن شفنا حنايا بالصوت والصورة كيفاش أحدث الأسلحة الروسية فشلت في هذه الحرب ما بين أرمينيا وأذربيجان. شفنا منظومة S-300 تدمر 4 مرات بالفيديو، وهذه المنظومة حتى الآن منذ صناعتها لم تحقق أي نتيجة في الحرب، بعكس مثلا الباتريوت اللي عنده أكثر من 2000 ديال اعتراض ناجح، S-300 0 اعتراض ناجح، زيدكم على منظومة ثور بانتسير وغيرها من الأنظمة. المضحك في هادشي كامل أن شي وحدين عمرهم دوزوا شي حرب في التاريخ ديالو وقالسين يهددوا فينا بهذا الصاروخ الفاشل، ولو كانت فعلا هاد الأسلحة فعالة كما كتسوق لها البروباغاندا الروسية كان من المفروض أن أرمينيا تربح الحرب ماشي تخسر. عجيب والله الا عجيب، فاش كتناقش شي فقروري كيبدا عليك مثلا بهاد الاسطوانه ديال اسكندر غادي نحتلكم ما عرف شنو، ودابا شرحوا لينا، بغيناكم تشرحوا لينا علاش ارمينيا خسرت الحرب، بغينا نفهمو. ياك عندهم اسكندر، عندهم S-300، عندهم فيما كان شي سلاح روسي حديث واستخدموه في الحرب، هذا هو المشكل، مع العلم ان الجيش الارميني جيش خاض عده حروب في التاريخ ديالو، ماشي بحال الجيش ديال الفقاقير. الحرب الوحيدة اللي خادها هي العشرية السوداء. أظن أن الدلائل كلها تصب في كون الأسلحة الروسية أسلحة فاشلة ولا تنفع في الحروب، وحتى الأسلحة الحديثة منها. على كل كنظن أن الرسالة وصلت، وعلى أن الأمور واضحة جدا. أرمينيا كانت في الأول في حال فقاقير كيهددوا أذربيجان بأنهم غادي يستخدموا صاروخ اسكندر، واستخدموه ما خدمش. هم الآن رئيس وزراء أرمينيا كيعترف براسه بأن هذا الصاروخ لم يعمل منه سوى 10%، وحتى لخدمات لم تستطع إصابة الهدف. إذن متابعينا الكرام، بغيت نزف لكم أحد الخبر الآخر، هو أن إنتاج المقاتلات الفايبر المغربية قد بدأ حسب آخر الأخبار وآخر التحديثات. ما غاديش ندخل في التفاصيل، ولكن الأفعى قادمة، ومن يهدد المملكة المغربية سوف يرى الويلات ثم الويلات. وإلى ذلك الحين سوف أراكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.